كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.3%. هذا وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 750.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع تقدر ب 39.5%.